للحديث أكثر عن التهنئة التي بعثت بها هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة اختيار الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية السورية، ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى الطائي، مرحبا بكم. ماذا يعني لسوريا اختيار ممثلي الثورة السورية الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما لسوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا له دلالات كبيرة، منها بأن اختيار الشيخ جاء بإرادة حرة خارج حسابات السلطة والهيمنة، وهو خيار علماء سوريا وإرادة جماهيرية، وإن علماء سوريا وضعوا ثقتهم بالشيخ أسامة رفاعي لما يحمله من علم وفقه وحسن تدبير، فهو سرير عائلة علمية معروفة بعيدا عن التعيين الذي كان في السابق وبعيدا عن التحكم السياسي وهيمنة الحكام. هل ثمة رسالة ما من الهيئة من خلال تهنئتها الشيخ الرفاعي بعد اختياره مفتيا عاما لسوريا؟ أخي الكريم، طبعا هي أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة، نسأل الله تعالى أن يعينه، ونتوسم في شيخنا الخير الكثير بما عهدنا منه من مواقف شرعية ووطنية صادقة وصلبة في إعادة المكانة الحقيقية والهيبة لهذا المنصب المهم. إلى أي مدى تعتقدون يعني دكتور يحيى في الهيئة، إلى أي مدى تعتقدون أن اختيار الشيخ الرفاعي سيعيد الاعتبار الديني ويعيد الاعتبار الشرعي للمفتي العام في سوريا بعد سنوات من اختطاف السلطة لهذا المنصب؟ مثل ما تفضلتم، يعني هذا المنصب يعني اقتسم من قبل السلطة لسنوات كثيرة، ونحن نعتقد بأنه سيعيد الاعتبار الديني والشرعي والهيبة لهذا المنصب المهم خارج حسابات والضغوطات والإملاءات أيا كانت لما يحمله من علم وسبق فضل، ومواقفه السابقة يعني تنبئ بذلك، وسيرته المحمودة أيضا بذلك، فهو إن شاء الله أهل لحمل أعباء هذه المسؤولية الكبيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على ما حمله إخوانه هذه المسؤولية. نعم، مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى الطائي، شكرا جزيلا لكم.